تحت رعاية مديرية التربية والتعليم بسوهاج وإشراف فريق عمل مبادرة حياة كريمة، بدأ اللقاء التعريفي للمدارس اليابانية بمحافظة سوهاج بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك لمناقشة وعرض آليات التطبيق الفعلي والعمل لثقافة التوكاتسو. تقرير نجوى سيف النصر. انطلق اللقاء التعريفي للمدارس المصرية اليابانية بمحافظة سوهاج بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من مديري المدارس الرسمية والخاصة وفريق عمل مبادرة حياة كريمة بقيادة العقيد محمد كمال وبإشراف من رؤساء قسم التدريب بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما تم عرض آلية بدء التطبيق الفعلي لثقافة التوكاتسو المنطلق الحضاري الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم. المدارس اليابانية ما أصبحتش تجربة دلوقتي بقدر ما أصبحت واقع. احنا يمكن بدأنا في 2016 بداية التفكير في الموضوع، وفي 2017 بدأت فعلا المدارس اليابانية وإنشائها في مصر. الفكرة كلها في المدارس اليابانية هو مكون الأنشطة، يعني يمكن التوكاتسو هو جزء من الأنشطة اللي بتأدي لتنمية مهارات الطالب معرفيا وجسميا وفي كل مجالات الحياة، بالإضافة لاشتراك المجتمع نفسه وأولياء الأمور مع الطالب في بناء شخصية الطالب داخل المدرسة. التجربة نجحت في المدارس اليابانية، وده اللي دعانا إن نبتدي نتوسع فيها في عدة محافظات داخل المدارس الحكومية لتطبيق أنشطة التوكاتسو داخل تلك المدارس. الدور المجتمعي الهام اللي بتقوم بيه مؤسسة حياة كريمة، قمنا بمبادرة تحويل مدارس المصرية، تحويل مدارس القطاع الحكومي بالتعاون مع إلى المدارس المصرية اليابانية لتطبيق الأنشطة، أنشطة التوكاتسو بوجه أخص على المدارس الحكومية. المرحلة دي احنا مستهدفين 100 مدرسة على مستوى الجمهورية. يمكن عندنا في محافظة سوهاج هنا 4 مدارس داخلين في التجربة دي، 3 منهم موجودين هنا في مركز طهطا وفي مدرسة موجودة في مركز طمة. المرحلة دي مستهدفين 4 مدارس، إن شاء الله بإذن الله المرحلة اللي جاية يكون عندنا 20 مدرسة بتطبق التجربة المصرية اليابانية لنرتقي بمستوى التعليم لأبنائنا الطلبة، نوفر لهم تعليم بجودة عالية ونوفر لهم تعليم بالمجان. مهم جدا ان هي تكون مطبقه داخل المدارس الحكوميه، لان احنا بننشر الثقافات بتاعتنا لبقيه الاولاد اللي موجودين خارج المدرسه المصريه اليابانيه، وان احنا ننشر ثقافه المدارس المصريه اليابانيه ده شيء مهم جدا، لان احنا بنهتم على جوانب المهارات، تنميه المهارات الحياتيه عند الطلبه بالجانب الاكاديمي مع تنميه الجانب الاكاديمي. احنا بنطبق النظام 2.0 اللي بيعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق أكتر ما بيعتمد على التلقين والحفظ. الجدير بالذكر أن التوكاتسو تهدف لمساعدة الأطفال على اكتساب قيمة لأنفسهم داخل المجتمع، بالإضافة لأنشطة الريادة اليومية التي تقوم على التناوب بين الأطفال لإنجاز المهام المطلوبة.